المرحله الجايه ان شاء الله. طيب كابتن حماده، كابتن بلال، برده كابتن حشيش، لجنه المسابقات دلوقتي حالا روح بقى جزء محلي خاص بالنادي الاهلي، يعني بعد تاجيل مباراه السوبر المصري السعودي مع اتحاد جده، وبيان محترم طبعا طلعه الاتحاد السعودي وبيان طلعه النادي الاهلي محترم، فبالتالي لجنه المسابقات عملت ثلاث مباريات في الفتره الجايه، يعني الاهلي هيلعب مع الوصل يوم 22، ثم المقاولين يوم 27 مكان مباراه اتحاد جده، ثم بتروجيت في الدوري المصري، وتكمله بقى مش عارف يوم 5 ولا يوم 9 وهكذا. يعني الاهلي من وجهه نظر كابتن حماده في الخمس دقايق اللي جايين دول خلاص بقى يعني اتقفلت صفحه افريقيا بمرها طبعا. النادي الاهلي متعود حتى لو بياخد بطوله او بيخرج من بطوله اكيد بيبص بشكل كبير جدا للدوري اللي جاي على طول. بالظبط، يستعد بشكل كويس، ما الانتقادات اللي موجوده على الساحه مش هتجر النادي الاهلي تبعده عن المنافسه. الاهلي عنده ماتشات مهمه جدا لازم اللي هي المؤجلات بالنسبه له ان شاء الله يبقى يحسم فيها ويبقى يعني الفوز بالنصيب ان شاء الله عشان يخش يرجع تاني في المنافسه في الدوري باذن الله ان شاء الله. كابتن حشيش، اهم حاجه الجمهور النادي الاهلي يبقى واثق في ادارته وواثق في القرارات اللي هتتاخد الفتره الجايه، منها اتاخد ومنها لسه هيتاخد خلال الفتره اللي جايه دي، يثق في الناس اللي ماسكه النادي الاهلي على اعلى مستوى. الفتره اللي جايه طبعا بتبدا بمباراه الوصل، مباراه افريقيا انتهت، واحنا حتى حالتنا دلوقتي مش زي مثلا ما كنا في الاستوديو بعد الماتش، خلاص بطوله وخلصت. هنبدا ان شاء الله باذن الله بطوله مهمه او نكمل في بطوله مهمه، البطوله العربيه لا تقل برضو اهميه عن بطوله افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، مع طبعا وجودنا في بطوله الدوري، وان شاء الله باذن الله المؤجلات ناخدها كلها ونتصدر الدوري، لان بطوله الدوري السنه دي مع البطوله العربيه بطوله الكاس مهمه جدا ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي. كابتن بلال، مفيش الانديه الكبيره طبعا يمكن لا تتوقف عند هزيمه او عند حتى مكسب، حتى ان كنت كسبت برضه بطوله افريقيا فانت بالتالي عندك اهداف ثانيه متتاليه وعندك بطولات تانية متتالية، بطولة الدوري العام، بطولة العربية، بطولة كاس مصر، السوبر، فدايما الأندية الكبيرة ما بتبصش خلاص لورا، لورا دايما بتبص للهدف، الهدف التالي، الهدف التالي بالنسبة للأهلي، النادي الأهلي هو أنت عندك فيه أربع بطولات ما زالت موجودة أو خمس بطولات ببطولة أفريقيا اللي جاية كمان، ستة أو ستة، السوبر السعودي سوبر متأجل لكن موجود مش ممكن ستة، فعندك بطولات تانية مختلفة. أعتقد النادي الأهلي خلاص هو طوى صفحة أفريقيا بكل ما فيها، النظرة بعد كده لبطولة لبطولة الدوري العام، الماتشات اللي جاية، نظرة بعد كده أيضا لبطولة أفريقيا، أنت عندك أول مباراة تبتدي أو مباراتين هتبتدي الشهر اللي جاي. نادي الاهلي ان شاء الله يقدم المردود الايجابي الفتره اللي جايه باذن الله تعالى. كان في مشاكل كبيره نفسيه طبعا على اللعيبه ومشاكل فنيه، اكيد كل ده هيتعدى النادي الاهلي، مرحله جديده مختلفه، جمهور النادي الاهلي دايما ورا النادي الاهلي في كل مكان، وده اللي بيدي اللعيبه وبيدي الاداره وبيدي المدير الفني سبورت كبير جدا. طاقم النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى مختلفه بالنسبه له. ان شاء الله. كابتن حماده، عايز تقول اي حاجه في اطار الدوري، في اطار المنتخب، في اي حاجه تخص المرحله اللي احنا فيها؟ لا، بقول يعني سنة استثنائية على الأندية كلها، الموسم صعب جدا على الفرق كلها، زي ما قلنا السنة الانتقالية بتاعت الأجندة الأفريقية اتغيرت، صعب على الأندية، يعني إن شاء الله تعدي بسلام على الأندية والدوري يكمل والأمور تبقى ماشية بالشكل الطبيعي إن شاء الله بإذن الله. كابتن حشيش، يعني أنا بس بتوجه للإعلام بكلمة كده، إن هو الحدة بقى بين الأندية تخف شوية، واللي تصعدت في الفترة اللي فاتت وقبل مباراة الترجي وقبل البطولة الإفريقية، عايزين نرجع للأجواء الهادية تاني والدنيا يعني تبقى كويسة يعني، فكل واحد بقى إعلامي يعني يفكر كويس قوي قبل ما بيقول كلمة. الأجواء في البلد طبعا يعني تهدى شوية ونكمل بقى البطولات بتاعتنا يعني إن شاء الله على خير يعني بإذن الله. كابتن بلال، مفيش موسم صعب وكبير وتقيل للنادي الأهلي، يعني مشاركات في بطولات كتيرة جدا، 2 إفريقيا، دوري عام، سوبر، كأس مصر، حاجات كتيرة جدا. اتمنى سلامة اللعيبة الفترة اللي جاية، لما الموسم بيبقى متلاحم بشكل كبير ده بيأثر على اللعيبة طبعا، لأن كمان عندك كمان زي ما قال كابتن حماد عندك كمان بطولة أفريقيا كمان في شهر 6، فهيبقى كمان الراحة هتبقى صعبة جدا للعيبة. أتمنى إن شاء الله يا رب سلامة اللعيبة في الموسم ده وينقاضي الموسم على خير بإذن الله تعالى، ويتحقق للنادي الأهلي يعني كل البطولات اللي جاية بإذن الله إن شاء الله. شكرا كابتن حماد، منورنا. شكرا يا كابتن سيد ومبروك لمصر.
شكرا جزيلا يا رب دايما يا رب باذن الله. شكرا كابتن حشيش. شكرا ابو سيد والف مبروك لمصر ودايما في انتصارات ان شاء الله. شكرا كابتن بلال. شكرا كابتن سيد الله يخليك. يومنا خلص النهارده يوم طبعا بالتاكيد خاص بمنتخب مصر ومباراته مع تونس والفوز الرابع المتتالي، ايجابيات كثيره وفوائد كثيره ذكرها كابتن هاني رمزي في مداخلته معانا، او المهندس ايهاب لهيطه في مداخلته معانا، وكابتن احمد ناجي في مداخلته معانا. يومنا خلص النهارده على خير الحمد لله رب العالمين بفوز مستحق للمنتخب الاول المصري على منتخب تونس 3-2. نتقابل على خير ان شاء الله يوم تاني في ملعب الاهلي. تصبحوا على خير.